يشتكي المواطن الجزائري من غلاء الأسعار، خاصة المواد الاستهلاكية والتي تعتبر المواد الأساسية والتي لا تتوافق إطلاقا مع دخله الفردي. فالموز مثلا تجاوز سعره 500 دينار جزائري. هو موضوعنا اليوم لعدد جديد من برنامج صوت البلاد، تابعوا معنا. متاعته ما قال لك زدنا في ليسونس برك، ما زدنا فولو. إيه؟ ما زدنا لي زامبو، ما زدنا حتى حاجة ما زادوا فيها. ولكن رانا نشوفوا في الشيء الله غالب. الدقلة بنت بلادنا راهي بكتر فاميل. 75 التمر أنا ساوي. كتر فاميل. كتر فاميل العرجون. العرجون. واش هي الحاجة الأخرى خلاص. التمر تاع اليابس هذاك راهو 30 ميل، هذا تاع بلادنا. تشينا تاع بلادنا راهي ب 13000 ب 15000. ما عندي ما نقول، تبرصها الدولة هي تصرف، ماناش حنا نتصرف. سقموا روحنا قبل، وهذا الامر شغل كاين الانسان ما يوفرلوش على جيبه كيما قلتي. كاين اللي ما عندوش، كاين اللي ما يخدمش ماشي لاحق، وكيما قال لك زيدوا في الزيت السكر. تما القانون المالية هذا شوية مخرب، تما لازم الإنسان حنايا كمواطنين ماشي نديروا الفتنة، نوعيوا نفسنا، نتقفوا روحنا، نقولوا نسيوا نوصلوا لواحد الدرجة باش الناس هذه تفهم باللي راهم يزيدوا، ماهمش راهم رايحين يدونا لواحد البلاصة كيما نقولوا في لابي ما يزيدوش، يزيدوا في المواد الاستهلاكية. حنا نحبوا الشعب المواطن يعيش نورمال، مواطن يكون نورمال، المواطن يعطوا له حقه، ماشي غير تزيد له اقتلوا اقتلوا راه يموت المواطن، راه يمشي خلاص راح يموت. اي بي بلو ريسبيري المواطن، يا بلو ريان افير، هما يسون فوت، ما على بالهمش. ما نقول لك صح ما على بالهمش كاع بالمواطن. زيد هادي، زيد في الغاز، زيد في الغازوال، زيد في هادي. نو هادي ما زيد، شوف الصالير، شوف الشعب كيفاش راه، روحوا في شوفوا الشعب هذاك كيفاش راه عايش باش تزيد له، ماشي غير تزيد له. والنواب هذا لو مومون ما يقدرش يصوتوا على هاد تاع الميزان المالية تاع 2017، أو على بالهم هما تاني راهم الشعب راهم يشوفوا شو صاير. اليوم لو نشوف هالزيادات، لما نشوف ممكن يعني أعضاء الحكومة سواء يعني وزراء يعني يصرحون بأن هذه المواد الاستهلاكية لا زيادة فيها. وبعد يعني لما نمشي إلى يعني السوق يعني نشاهد العكس، يعني هناك مواد يعني يزيدوا فيها. نظن هذا الأمر يعني هنالك بعض التجار في الجزائر كما يقال كما يقولوا احنا بالعاميه يديروا واش يخرج عليهم، يعني يفرضون الاسعار والاسعار يديروهم، يعني يديروهم وحدهم. هكذا نعطيك مثال، لو تمشي هنايا تمشي الى المقاهي، يعني كاين مقاهي تبيع فنجان قهوه 20 دينار، كاين مقاهي 25 دينار، كاين مقاهي 30 دينار. مراقبين كما نقولوا احنا مراقبه دائمه لهؤلاء التجار لكي نعرف الحقيقه انه هذه المواد راهي تزيد يعني في السوق عند لي غروسيس كما نقولوا حنايا، ولا ما راهيش تزيد، ليعرف المواطن الحقيقه. احنا اليوم كي نشوفوا الشعب الجزائري يعني نقولوا راهو عايش لاني في صحه هنا، يعني كل الناس راهي يعني نقولها بكل صراحه راهي تملك سيارات، راهي تملك يعني سكن. انا نشوفوا يعني البرامج يعني تاع السكنيه هذه سواء يعني السوسيال لا ديال البي بي، نظن كل شيء راه في بلاصتو. نظن ان المشكل يعني ترجع في المراقبه، نظن لو تكون مراقبه على هؤلاء التجار ونقول هم اللي راهم يزيدوا كما يحبوا يبغوا كما يحبوا. كي تقول لي انت البنان راهو يدير 500 دينار، والمواطن شكون اللي فرض عليه باش يروح لازم يشري البنان؟ البنان هو كما نقولوا حنا فاكهه، سي تان ديسير. هكذا المواطن يشبع في كرشو باش يروح ياكل البنان، سي بور سا يروح يشري. ونقول بكل ساعه كنت رايح للماشي دوك تلقى الناس تشري في البنان، راه تشري في التفاح، راه تشري في الكيوي. باسكو كنولوا دو القانون الماليه واش زادوا 2%، معناتها في 10000 سي 1 دينار، في 100000 20 دينار، ما نحسولهاش. حاجه اللي تسوى 100000 تزيد الى 2000، ولا كما نقولوا السكر 10000 10000 و100 فرق. نو هما يزيدوا كثر، يزيدوا 500%. ايه عادي، انا كي ندير حسابي 2% سي ريان، كان 17 ولا 19 2% معناتها 40 دولار في 10000. هما ما يقولون زدنا تي في على كاش كوميرس، يخدم بفاكتوره يديرها ديريكت في جيبه، يخلصها هو يحسبها ب
بصح هو ما تقدرش دوله تاع السوق باسكو يخدموا كاع سون فاكتور وراهم على بالهم، دونك عطاو لهم شغل مصرفه ديريكت للجيب وما يحسبوها المواطن، حنا لنا نخلصوها. حنا دوك ناري باش دوك نعيشوا وناكلوا ولا ما فهمناش والله العظيم. الا نخلصوا تريسيتي الا ما كلش غالي هايلك ها وردو كوبير هايلك تاع تريسيتي قريب 9000 دينار، دوك واش نروح نعيشوا ولا نخلصوا تريسيتي؟ الدوله لازم تشوف المواطن كما نقولوا اسعار كما الخضر لا اسعار نقولوا البطاطا راهي تسوى 5000 6000 7000 هذه المعيشه هذه مواطن 30 دينار 30 دينار سولو مارشي الفاكهه مش بلاك الفاكهه انت بان 500 300 فرون وين راه 30000 40000 40000 واش يدير المواد واش راه يعطي كان بان يسوى كان زمان 10 دورو سنتيم دوك بان انت تلعق انت 50000 60000 احتياج المواطن ما يشريش مادام يقول لك فاكهه خليها كيما راهي يقول لك فاكهه خليها كيما راهي ويجي يجي نهار يقول لك فاكهه خليها كيما راهي يا نصونو مارشي يخلوها يرميوها يا يخلوها لهم هكذا بصح يا اختي دون لي بي كي سي ريسبكت وكنعطى ربي حنا رانا مسلمين ما نلحقوش للدرجه هذه كاين اللي مسكينه لو تريتي صور زوج ملاين انت تروح دير له البنان ب 50000 سي غراف ولا سي بانا كاع وكنعطى ربي نقصوا في الاسعار ماشي نزيدوا في الاسعار الاسعار بلوتو سامحيني ما عليناش قلت لك ميم في باريزون في شهر سيدنا شهر سيدنا رمضان عند البلاد المتقدمه دون لي بيكي سو ريسبكت سمعت بنتي ينقصوا الاسعار ماشي يزيدوا الاسعار حنا واش نقول لك يا اختي ربي يهدينا والله الله يهدينا ديما يقول الانسان سيطرو بزاف شوفوا المواطن البسيط راه مسكين قلت لك كاين اللي والله غير زوج ملايين كاين اللي مليون انت واش جاتو تيليسيتي او جا الماء او جا عباك وديفات عباك حنا كاين هذوك لي زامبروفيزاسيون باغ اكزومبل او جاك عارسه او جاك كذا او جاك كذا يا ودي والله الله يهدينا حنا يعني السما المواد الغذائيه الموج ماهوش حاجه لقمه فوق ما نقولوا فوق العيش ستانديسر الو لو كان بالنسبه للموج هذا ما يشريوش الناس يشريوش الناس يشريوه الناس المرفهين ستادير اللي عندهم انا نطلبوا من الدوله الجزائريه تنزل في الاسعار اي باسكو درك مولا 2 مليون ولا 3 مليون ما يقدرش يعيش باسكو عند يعطيك 3 مليون واحد روتريتي ولا خدام يدير 3 مليون تروح له غير في التريسيتي والماء ومنين يجيب الاخر يزيد سلف يقعد توجور يمشي غير في ليدات 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 كل حاجه راهي طالعه السردين راه يدير 80000 70 80000 هذه نتاع اللي نتاع القليل اللي ما البسيط اللي ما راه ياكل ما يلقاش يشري سردين ما يقدرش اللحم يشري سردين سردين درك ب 70000 80000 بين قوسين كما يقولوا مومو السلطات هما لازم يكونترولي تحاسبوا امام الله يوم القيامه هما اللي سينيو قانون 2016 ونقولوا احنا في الدرجه تاعنا جمع خضار حقه وبين قوسين نقولوا سوق بضاعته نفاق فنافق فان في النفاق نفاق نورمال السلطات هما المسؤولين الاولين اللي قسنياو على القانون 2017 نورمال الموالك المواد الاستهلاكيه ما تمش تقعد على السب على حساب سعر المواطن نقول لك انا والله كانت جات في البنان ان شاء الله يولي مليون والله ما ممكن كان 4000 والله ما ناكلوا على ما تعودناش عليه ماشي ثقافتنا انا ما يهمناش البنان البنان قلت لك يولي مليون نورمال نهضروا على لي برودوي بروميير نيسيسيتي بون انا ما نحبش نقول هذه الكلمه باسكو كلش نيسيسيتي ميم الياورت هذا اللي قالوا لنا ما لازمش تاكلوه سي نيسيسار ما احنا كل حاجه نتمنوا الخير للبلاد بيان سور ما كاينش ما يعيش بلاده هذه حاجه ظاهره مي شويه شويه خمو شويه على المواطن البسيط هذا هكذا بنتي الله شكرا على واجب